لخبطتها وردت نفسي. ستر ربنا التليفون رن قبل ما اقول لها اني لسه. لسه ايه يا بليغ؟ لسه 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 لسه. تفتكر يعني هي ما عرفتش اللي كنت عايز تقوله وما قلتوش؟ ولا كانت هتفرق لو نطقت الكلمه او ما نطقتهاش؟ بصي بقى، انا دافع كشف عشان النفس الانسانيه ترتاح مش تتضايق. انا مش جاي اقول لك كلمتين عشان اريحك وبس، ضميري المهني لا يسمح. ما انا كنت لوحدي يعني ومخنوق، وانت رجعت دخلتي اوضتك وسبتيني مع الدكتور عبد العزيز والدكتوره ميرفت، ونفسي بقى محتاج لها فكلمتها. برافو، هي دي مشكلتك. انت شاطر وذكي ولماح قوي يا بليغ، وبتعرف تستخدم وتحرك اللي حواليك زي عرايس المارونات بالظبط. انت كمان صبور، تفضل تجمع قطع البازل لغايه ما تجمع الصوره قدامك، بس للاسف دايما محتاج لواحده جنبك تحسسك بالامان، خصوصا بعد ما مامتك توفت. يا ساتر يا رب، مركب قديب انا كمان زي الواد طارق؟ مش قوي كده، على اخف شويه. انت عامل زي الولد الصغير اخر العنقود اللي مامته طول الوقت واخداه وحطاه جنبها كده، يعمل اللي هو عايزه، ان شاء الله يوقع الدنيا ويطربقها على دماغ اللي حواليه. هو دايما عارف ومتاكد انها شايفاه سيد الناس. يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبتي، احن ست قابلتها في حياتي، يا سلام، ودايما شايفاني سيد الناس. ايوه بس تفضل خطه العلاج بالحرمان يا بليغ. حرمان؟ من ايه؟ يعني انت محتاج تحس انك شويه لوحدك يا بليغ، من غير اي علاقه عاطفيه. ايه؟ لا استنى، محتاج تحس انك مش محتاج لحد، ولا هتفضل الشخصيه التوكسيك اللي بتدخل حياه الست وبتهدها؟ توكسيك؟ انا توكسيك؟ ايوه انت توكسيك، بس ما تقلقش، مفيش حد بيكون كده وبيبقى واخد باله. وبعدين انا جنبك كدكتوره وكمعالجه بس لغايه ما الازمه دي تعدي. جد؟ طب بعد الازمه نبقى نتكلم بعديها. يعني افهم من كده انه انت اتعالجتي من حس؟ اما ابقى اروح لك العياده ابقى اسالني. لو سمحت اتفضل، انا عندي عيانين. لا انا دافع كشف على فكره. من حسن حظك ان في ناس لغت، ولا ما كانوش دخلوك؟ مش مصدقك. وفي حاجه تانية قبل ما تمشي، علاج طارق عندك وعلاجك عند طارق. انا وطارق هنعالج بعض؟ ازاي؟ ده احنا في التراحريح. في التراحريح ايه؟ في الضياع. طب هقول لك حاجه، لو انت ساعدته في علاقته مع بنت عمه تبقى خرجته من سيطره مامته، وبكده طب انت خرجت من دايره الفشل اللي بتحصرك. كلام معقول والله، ربنا يقدرني. اشوفك في ميعاد الاستشاره. الاستشاره دي من غير فلوس مش كده؟ ما هو انا دافع كشف. باي يا بليغ. انت عارفه في دكاتره بياخدوا استشاره وكشف. باي يا بليغ. باي. نبيه قوي بليغ، كان عايز يسيطر عليك وياخدك في صفه. كان فاكرني عارض ذمتي للبيع، بس انا اديته درس في الاخلاق. لو يعرف قد ايه انت مش كده والفلوس مش فارقه معاك، عمره ما كان فكر فيك بالطريقه دي. اهو جرب يا زوزه ولا الحرس هد. بس الحكايه مش هتنتهي كده طبعا. لا هتنتهي لو كلنا بقينا ايد واحده وحاجينا على بعضينا، لا هيقدر لا هو ولا غيره يوقع بينا. انت لو قصدك على شريفه وابنها فاحنا خلاص كل واحد فينا في حاله، وطارق ولا مش هيشوفوا بعض تاني. ماما امال طارق فين؟ بره في الجنينه، مش طايق يقعد معانا. ما مضاش العقد. ها هيمضيه، خلينا فيك انت يا بكر امك. مالي يا حاج، ما انا زي الفل اهو. طبعا زي الفل. حد يقدر يقول حاجه؟ مراتك وابنها خرجوا النهارده من المستشفى على بيت ابوها، وانت ما هنش عليك تروح تبص عليهم. لا انا سايبها ترتاح بس مش اكتر. سايبها ترتاح ولا مشغول بالسنيورة بتاعتك؟ لا مش وقته بقى يا حاجة الكلام ده خالص. أمال وقته إمتى يروح أمك؟ طيب أنا نازل عندي مشوار أما أرجع نتكلم. تبقى رايح لها. يا ما خلصنا بقى يا حاجة بقى. خلصت روحك، يبقى أنت اللي جنيت على نفسك يا حبيب أمك، ما تجيش بعد كده تزعل، سامع ولا لأ؟ أنت يا عزة، هو إحنا لخبطنا في القطر اللي مديها لنا وفاء دي ولا إيه؟ قطر تاني مش فاهم. بعدين بعدين.
يسرية هاني. ايه حصل؟ البت ولقيت خطبت؟ الف الف مبروك. الله يبارك فيك، اول مره تجيب لنا حاجه عادله من وشك العكر وربنا المعبود. لولا العيبه انا كنت زغرطت، بس خايفه على فرحتهم تتم. انا يشرفني ويسعدني اني اتقدم واطلب منكم ايد الانسه ولاء. واحنا برضو يسعدنا ويشرفنا، وما عندناش طلبات غير انك انت تصونها وتحافظ عليها. طبعا دي هتبقى في عينيا يا طنط. يا هانم احنا هنشيلها في عينينا، دي هتبقى زي بنتنا كمان واكتر. وسيم ابننا الوحيد زي ما ولاء بنتك الوحيده يا شيف هانم. نقرا الفاتحه بقى يا جماعه. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. مبروك يا عريس. الله يبارك لحضرتك. مبروك يا عريسه. بطني بطني كركبت بس جامد يا جماعه، معلش هضطر اخش الحمام. عايشه ناقصه. ايه هو ده فصل من بتوع المره اللي فاتت ولا ايه؟ لا خالص، مكسوف كسوف البنات بقى انت عارف. منورين. ربنا يخليك. اتفضلي. شكرا. اتفضل. بنات الحلوين عاملين ايه؟ الحمد لله يا بابا. طيب وماما الجديده عامله ايه؟ كويس. هو مدحت ما اتصلش؟ لا يا حبيبتي ما اتصلش، بس لو عايزين اكلمه اكلمه. كلمهوش. طب انا هدخل الغسيل جوه. ماشي بعد اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي انت لسه مصره على الطلاق؟ حتى لو مش مصره يا بابا، هو صارحني خلاص بانه مش عايزني. ازاي وامتى ده؟ مش مهم، مهم انه حصل. يا حبيبتي اكيد كانت ساعه غضب. انا عارف مدحت كويس، يطلع يطلع وينزل على مفيش. خلاص يا بابا، يا خلصت كده، مش هيبقى بيني وبينه الا الولد وبس. لا يا حبيبتي، امال انا رحت فين؟ انا جنبك، ودي وصيه المرحومه امي، قالت لي خليك جنب نهال، اعتني بيها اكتر. ربنا يرحمها يا بابا. يا حبيبتي مامتك كانت عارفه ان انت اغلب واضعف من داليا، عشان كده كتبت لك كل اللي حلتها، وانا ناوي اعمل زيها. صحيح انا ما عنديش كتير، بس كل اللي املكه ليكي. بس مش هتقول لي داليا برضه؟ يا حبيبتي داليا قويه وهتعرف تدبر امورها. انا مش هخبي عليها الا لاني خايف على غضبها، انما لو انت عايزين اقول لها بسيطه، هي مش هتعطل. لا لا يا بابا خلاص، ملهوش لزوم، مش ناقصين. ربنا يخليك ليا ولسعيد يا حبيبي. خلاص حبيبتي، الموضوع ده خليه سر بيني وبينك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. خليكي ليا يا حبيبي.